في علم السياسة يا أستاذة يوسفينا بيقول لك إيه بقى؟ إن بيتحقق الاستقرار الداخلي للدول وفقاً للاستقرار الدول الجوار. صحيح. وإحنا مراراً وتكراراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي محفل دولي وفي أي محفل إقليمي وفي أي احتفالية موجودة عندنا في مصر دايماً بيقول كده، بيقول إن أمن واستقرار مصر ما بيتحققش إلا من خلال أمن واستقرار دول الجوار. وبالرغم من الأحداث الجارية اللي موجودة عندنا طبعاً والمجتمع الدولي عارف بيها، قطاع غزة والاشتباكات مع الجانب الإسرائيلي، إن مصر برغم من كل ده مصر لاعب فعال وقوي، ونقدر نقول إن هو فاعل مؤثر هام في إدارة أزمات دول الجوار. النهاردة شفنا رئيس دولة جنوب السودان عندنا وبنناقش مع والقيادة السياسية بتناقش معاه الأزمة السودانية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في إنهاء هذا الصراع. مصر لا تنسى أستاذة يوسفينا دول الجوار. احنا صحيح. من شهرين كنا عاملين مؤتمر دول الجوار وكان حضره شخصيا رئيس دولة جنوب السودان. كنا عاملين مؤتمر يوم 21 اكتوبر عشان السلام واللي حاصل في قطاع غزة، وكان حاضر فيه اكتر من 31 دولة وثلاث منظمات دولية. ده ان دل عليه استاذة يوسفينا، دل اولا ان القيادة المصرية والدور المصري فاعل قوي في المنطقة وفي المجتمع الدولي، ليس فقط في المنطقة ولكن المجتمع الدولي. تاني حاجة ان الدولة المصرية اهمها استقرار الدول الجوار. وثالث نقطة ودي اهم نقطة، انا مش هاجي احضر لحضرتك مؤتمر او اجي في مجتمع او احتفالية دولية بتكلم على قضية معينة الا لما تكون في اتفاق في وجهات النظر والرؤى والاستراتيجيات مع بعض. استحال حضرتك هتدعيني ان انا احضر مؤتمر دولي زي كده واحنا مختلفين في الرؤى ومختلفين في التأكيد طبعا. ولكن اذا ان دل ان جميع اللي حصل او جميع الدول اللي حضرت يوم 21 اكتوبر وجميع الدول اللي حضرت في دول الجوار منهم دولة جنوب السودان اللي مصر تعتبر من اولى الدول العربية بعد السودان باعتراف باستقلال دولة جنوب السودان في 2011، اعتقد ان ده دل على الرؤى والشراكة في الرأي والاتفاق على الرؤى. ولو احنا اتكلمنا على الكلام اتفضل يا دكتور اتفضل. ولو احنا اتكلمنا على الكلام او الرسائل اللي كان انهى النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك قلت جمله مهمه جدا، والتعبير او الكلام اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب ان يكون مصدر نهر النيل او نهر النيل يجب ان يكون مصدر للتعاون والتنميه وليس للخلافات. واعتقد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش دي الجمله الاولى لاول مره ان هو يقولها، ولكن في كثير من المحافل الاقليميه والدوليه كان بيقول ان احنا مش ضد تنمية اي دولة تقع على نهر النيل، احنا مش ضد تنمية دولة اثيوبيا، مش ضد تنمية دولة جنوب السودان، ولكن احنا لابد ان يكون هناك اتفاقات حول كيفية ملء هذا السد. وده اللي النهاردة ناقش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعايزة اقول لحضرتك بقى على نقطة مهمة، دولة جنوب السودان تعد من الدول الافريقية يعني اللي تعتبر فرصة كبيرة لمصر لدخول الصادرات المصرية لدولة جنوب افريقيا ومنها ايضا الى الاتحاد الافريقي، لانها هي دولة بتضم على الدول الحديثة في القارة الافريقية الحديثة اللي هي الدول اللي بتقع في وسط الاتحاد الافريقي. وده حاجة مهمة جدا وميزة مهمة جدا. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات اللي حضرتك لسه بتقولي عليه، اللي هو التنسيق والتطوير والسياسي والعسكري والامني وايضا منها الاقتصاد. احنا يعني لو تسمحي لي، معدل التبادل التجاري بيننا وبين دولة جنوب السودان قليل شوية، 707 ألف دولار فقط، لكن حجم الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان كبيرة جدا، تكاد تكون تصل إلى 600 مليون دولار. فهي دولة فعلا اقتصاديا تستوعب المنتجات صحيح. المصرية، وممكن أنا أستغلها لتصدير المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي علاوة على الاتفاق في الرؤى. وده كله بيعكس أهمية هذا اللقاء وهذه الزيارة في ظل يعني التصعيد في المشهد السياسي الخاص بغزة. لا أيضا احنا كمان مهتمين بالأوضاع في السودان، وحاب أعرف من حضرتك دكتور سعيد ختاما لمحة سريعة عن التطورات في المشهد داخل السودان وهذه الأزمة اللي اندلعت منذ أشهر وأيضا لازالت قائمة، يعني ماذا يحدث الآن داخل السودان؟ شوفي حضرتك، احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده أكد على
يعني او اشار الى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في جنوب السودان، واشار ايضا ان ايضا الصراع داخل السودان ان من حق دوله السودان بالتعاون مع دوله جنوب السودان ان احنا نهيئ لها الظروف بحيث ان هي تكون دوله قائمه او تعمل على اعاده الدستور الخاص بها، ايضا اعاده انتخاب او انتخاب الرئيس او كيان أو الكيان ده يكون قدام المجتمع الدولي نقدر نعمل معاه اتفاقيات. استاذه ياسين، ما انا دلوقتي دوله زي ليبيا زي السودان زي لبنان دوله ما فيهاش كيان يعني شخص ان انا اقدر اعمل معاه اتفاقيات، ولذلك هتلاقي كل الاتفاقيات الدوليه في ليبيا في السودان في لبنان معطله تماما لعدم وجود هذا الكيان. ولكن الدوله المصريه زي ما حضرتك قلت في بدايه التقديم ان هي ترعى دول الجوار، وشوف حضرتك ايضا ليبيا لما كان بيتكلم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خروج المرتزقه اللي هم سبب في تصدير الاسلحه الخارجيه الى ليبيا وحاله الفوضى اللي وصلها ليبيا. احنا لا ننسى الدول الجوار، وعايز اقول لحضرتك على حاجتين بياكد عليهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هم نقطه الاستدامه في الاتفاقيات بتاعتنا بيننا وبين دول الجوار. يعني مش معنى ان انا بعمل اتفاقيه مثلا تنميه للموارد المائيه بيني وبين دوله جنوب السودان من 2016 ان انا انساها، لا احنا في استدامه.